العديد من اليوتيوبرز وكذلك متتبعين وكذلك مستخدمي اليوتيوب أو ناشئي محتوى عانوا من مشكل تناقص ساعات المشاهدة في قناتهم وكذلك قلة المشتركين. هناك من عانى من هذا المشكل، هناك من أخبرني وكذلك رسلني على قناتي أو على صفحتي على الفيسبوك، هناك مشكل في تناقص عدد المشتركين وكذلك عدد الساعات المشاهدة. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. قبل قليل كانت لدي 68500، الآن أصبحت 400، تناقصت 1000 مشترك، لا أعرف كيف، ولكن كما قلت لكم هذا مشكل. كما قلت قبل قليل شرحت طريقة التي يتم احتساب بها عدد المشاهدات، لكن اليوم إن شاء الله سوف نشرح كيف، ما هو أسباب وراء تناقص عدد الساعات المشاهدة في القناة وغيرها من التفاصيل. فبالنسبة اليوتيوب قامت بالرد على هذه الأسئلة، قالت بأن في الوقت الراهن لا يوجد أي مشكل تقني يشمل تراجع أو تناقص عدد الساعات على اليوتيوب، ولهذا يرجو العلم أن ملاحظة تناقص عدد المشاهدات الذي يؤدي إلى تناقص عدد ساعات المشاهدة تؤكد اليوتيوب تسعى دائما إلى مراقبة بدقة مصدر الزيارات. ماذا يعني هذا؟ يعني أن عدد الزيارات التي يتم مشاهدتها على قناتك يتم الاحتفاظ بها ريثما يتم مراجعتها، بعد ذلك يقومون باحتسابها. فإذا كانت هذه الزيارات زيارة صحيحة يتم احتسابها، إذا كانت زيارة وهمية أو أتت عن طريق بعض البرامج أو بعض المواقع التي تقوم بجلب اللايكات أو عدد بجلب المشاهدات يتم إلغاء هذه الزيارات لأي فيديو تم رفعه على اليوتيوب. إذا كانت المشاهدة تتجمد، فمعناه أن اليوتيوب تسعى لمعرفة دقة ومصدرها بشكل مفصل، ولهذا يتم تجميد عدد المشاهدات، وأحيانا يلاحظ صانع المحتوى تجميد المشاهدات وأيضا تراجع عدد المشاهدات. جيد، أنصحك باتباع هذه المشاهدات، ووقت المشاهدة لشهر كامل أفضل من آخر الأيام الحالية. يعني يجب عليك أن تقوم بمراقبة هذه الأشياء من خلال تحاليل أو من خلال الإحصاءات الخاصة بالقناة الخاصة بك لكي تعرف مصدر الزيارات وكذلك كيف يتم احتساب هذه الزيارات ومجموعة من التفاصيل حول هذا الأمر، أو أن تراقب المشاهدات ووقت المشاهدة في نفس اللحظة التي كنت بها، بحيث تلك الإحصائيات هي مقدرة وليست نهائية، وبهذا قد تكون غير مضبوطة مقارنة مع الإحصائيات التي تمر عليها مدة ويتم إدراجها بالتدقيق. وأنصحك كذلك بالاطلاع على هذا المقال الرسمي الذي سوف أضع لكم إن شاء الله الرابط أسفل الفيديو، احتساب عدد الشهادات، عدد مشاهدات الفيديو، وكذلك أيضا أدعو الاطلاع على معلومات أكثر للتفسير بشأن التقارير والمشاهدات. كذلك يرجو العلم أن عدد الساعات المشاهدة التي تنقص أو تتراجع نتيجة المشاهدات المحصل على القناة قد تزال إذا كنت حذفت فيديو أو قمت باسترجاع فيديوهات خاصة بك لوضع خاص فلا يمكن احتساب المشاهدات بالقناة. يعني بعض الفيديوهات التي تكون قد قمت بحذفها مثلا من القناة الخاصة بك لا يتم احتساب المشاهدات الخاصة بها. كذلك إذا قمت باستعادة فيديو معين كانت به مشاهدات كثر فلا يمكن احتساب هذه المشاهدات، حتى إن كنت قد قمت بعمل إعلان ممول على الفيسبوك مثل الفيسبوك آدس أو شيء من هذا القبيل لا يتم احتساب هذه المشاهدات لأنها تعتبر مشاهدات وهمية أو غير مرغوب فيها. لذا اليوتيوب تفرض عليك أن تقوم بنشر فيديوهات ويتم مشاهدتها بشكل كما قلت يجب أن يتم مشاهدتها على اليوتيوب بالتحديد. كما قلت ليس شرط أن تحقق الشروط في 12 شهر، فكما قلت لكم هذه الأشياء فهي واضحة وضوح الشمس. لذا فبالنسبة لهذه المشاهدات فيتم مراقبتها بشكل دقيق، كما قلنا يتم مراجعة من أين تأتي من ضمن الساعات المشاهدة العلنية في صفحة تحقيق الدخل. إذا حولت أي فيديو إلى خاص، إذا قمت بإدراج أي فيديو خاص بك إلى خاص،
أو غيرت مدرج سوف تختفي ساعات المشاهدة أيضا من صفحات تحقيق الدخل. لذلك فيجب أن تكون الفيديوهات الخاصة بالقناة الخاصة بك علانية، يعني لا تكون بريفي أو لا تكون مخفية أو شيء من هذا القبيل، ولا تحسب ضمن ساعات المشاهدة العلانية في آخر 12 شهرا ضمن ساعات تحقيق الدخل. وإذا قمت بإعادة الفيديو مرة أخرى إلى الوضع الإعلاني سوف تعود ساعات المشاهدة مرة أخرى. هذا الأمر واضح. في صفحة تحقيق الدخل يتم فقط احتساب ساعات المشاهدة العلانية في آخر 12 شهر فقط، وهذا التاريخ هو تاريخ غير ثابت، بنطبق عليه كلام السابق الذي قمنا بشرحه. وقد تلاحظ التغيير في الساعات المشاهدة بين الإحصاءات في استوديو اليوتيوب بين الصفحة تحقيق الدخل، لأن احتساب ساعات المشاهدة كما قلنا صفحة تحقيق الدخل يتأخر حوالي 3 أيام تقريبا من أجل دقة ساعات المشاهدة العلنية. في هذه الفترة يتم كما قلنا التحقق من الساعات المشاهدة التي أدرجت على القناة الخاصة بك، وعلى سبيل المثال سوف أريكم كيف تقومون بمعرفة هذه التفاصيل. نذهب إلى استوديو اليوتيوب على سبيل المثال، في هذه القناة سوف أريكم بعض الأمور حتى تقومون بمعرفة عدد الساعات الخاصة بالفيديوهات الخاصة بكم وغيرها من التفاصيل. إحصاءات حول القناة، المشتركين بالنسبة للمشتركين، هنا عدد المشاهدات كما تلاحظون معي، هنا وقت المشاهدة بالساعة، هناك مجموعة من التفاصيل الأخرى التي قد تجدها في القناة الخاصة بك في الإحصاءات. توجه إلى الإحصاءات على هذا الشكل. بالنسبة لي كما تلاحظ أحسنت، فقد حصدت قناتك على 1971 مشاهدة خلال 28 يوما. بالنسبة للوقت الفعلي كما ترى يتم تحديد عدد المشاهدات، المشتركين، عدد المشاهدات آخر 48 ساعة كما تلاحظون معي هنا. بالنسبة هنا يعطيك الفيديوهات التي حصلت على أكبر عدد مشاهدة، هنا سوف تختار آخر، إذا كنت تريد آخر 28 يوما أو آخر 90 يوما أو آخر 365 منذ تاريخ إنشاء القناة. لديك بعض الشعور إذا كنت تريد معرفة هذه الأشياء، وقت المشاهدة وكذلك بالساعات. يمكنك أن تقوم هنا بمعرفة الفيديوهات التي تم مشاهدتها، وكذلك هنا بالنسبة للمشتركين، بالنسبة للأرباح إذا كانت لديك القناة مفعل عليها تحقيق الدخل، هنا وقت المشاهدة يمكنك أن تقوم بالنقر على المزيد حتى تجد بعض التفاصيل حول الأمر. فكما قلت هنا سوف تجد هنا بالنسبة للتفاعل، هنا سوف تجد هنا بعض الأشياء الأخرى بالنسبة للجمهور، كذلك هنا الأرباح، مستوى الحصول على الجمهور، هنا يعطيك بعض مصادر الزيارات وغيرها. فهذه الأشياء تلعب دور جيد جدا في معرفة مصدر الزيارات وكذلك نوعية الزيارات وكذلك مجموعة من التفاصيل الأخرى، حتى إذا كانت حتى تراقب الفيديوهات الخاصة بك وكذلك القناة الخاصة بك من الزيارات الغير المرغوب فيها وغيرها من التفاصيل. هنا سوف تجد بعض المصادر الزيارات للفيديوهات المقترحة، كذلك بعض مصادر الزيارات البحث في اليوتيوب، كذلك هنا بعض مصادر الزيارات وقوائم التشغيل، مصادر الزيارات، مصادر خارجية، هنا سوف تقوم بالبحث. كذلك هنا سوف تجد بعض المواقع التي يتم زيارتها من خلال هذه الأشياء كما تلاحظون معي. هنا مجموعة من التفاصيل الأخرى، مصادر الزيارات، هنا سوف تجد مصدر الزيارات الخاصة بالقناة الخاصة بك، وكذلك هنا مجموعة من التفاصيل الأخرى، مرت دور وتأثير في زيارة وقت المشاهدة كما تلاحظون معي إخواني الكرام. هنا سوف تجدون كما قلت لكم بعض المصادر الزيارات وغيرها من التفاصيل. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.